أحمد، بدي أرجع أنا وياك لهالنهار يلي كان صعب حقيقة بحياتك. شاب عمره 22 سنة وخالك هيك يلي قد الدنيا شايفه، هو كان قد الدنيا حقيقة. شو بتتذكر من هالنهار؟ هيدا النهار يعني كان مفروض يبلش يوم حلو، لأنه عيد الحب أولاً وعيد ميلادك ثانياً وعيد ميلادي ثانياً. تذكر يومتها كان في بوكي ورد واصل الصبح من الرئيس الله يرحمه. اتصلت لتشكره على هاي الهدية الحلوة، وبس كان ظهر من البيت بوقتها، وصراحة ما رجع رد الاتصال لأنه هو راجع من مجلس النواب صار الاختيار. مثل ما بتعرفي بهداك الوقت كانت بعدها موضوع الخبر العاجل على التليفونات سمارت فونز وهيك مش موجود. بهذا الوقت قلبت أنا على الفيوتشر تي في. فيوتشر تي في بعدها حاطة موسيقى كانت. فمن هون استشعرت إنه في شيء صاير. يعني طبعاً إحنا كنا كل الفترة اللي قبلها خايفانين على رفيق الحريري، يعني من أول ما صارت محاولة اغتيال نائب مروان حمد. وصار هذا الاغتيال بيوم بعتقد قتلونا كلنا فيه كعائلة صغيرة أولاً، وثانياً كوطن، لأنه شفنا من بعدها شو صار بكل الأحداث. صحيح أحمد، بين بعض كعائلة أكيد كنتوا تنبهوا أو كنتوا تحكوا بين بعض، هو شو كان تعليقه على موضوع أنه مهدد أو موضوع أنه في خطر عليه؟ هون بعتقد كان بتحليلي برأيي كان في عنده منطقين لما يجاوب على هذا الموضوع. المنطق الأول ما يخوفنا نحن، يقول انه ما بيسترجوا يعملوا لي شيء وما بيسترجوا يقتلوني. من ناحية تانية بعتقد هو كان عارف انه المسار اللي عم بياخده سياسيا يعني بالبلد واقليميا في مخاطر له بقرارة نفسه، بعرف، بس دايما كان عنده رئيس الله يرحمه هالعمود اللي موجود عندنا بالعائلة، كمان كان عمود صلب موجود للوطن، يعني كان يحمل كل الهموم عن الجميع. ومن هيدي المنطلق كان هو يقولنا انه لا، انا ما يعني ما تخافوا علي، انا ما حدا حيعمل شيء، ما حدا بيسترجي. بس هو قرارة نفسه اكيد كان عارف انه في مخاطر للمنحة اللي عم بياخده، بس كمان كان اخذ قرار انه هالقرار السياسي الكبير اللي اخده ما عادش فيه يتراجع عنه، لانه البلد ما عادش حيمشي بدون تحقيقه. نعم أحمد، بيقولوا الولد لو بار تلتينو على الخال، ما هيك؟ انت شو اخد من رفيق الحريري كشخص قبل ما يصير بالسياسة؟ يعني اذا بدي يكون صريح معك، اذا اجتمعت كل العائلة ما بتعمل 1% من رفيق الحريري. يعني ظلم للكل انك تشبهيه برفيق الحريري. لو كنا كلنا عم نشتغل على 24 ساعة وحاطين عقلنا بالمواضيع وكذا، ما بنعمل 1% من رفيق الحريري، لأنه رفيق الحريري قصة نجاح 1 بالمليار يمكن بهالعالم، خاصة بمنطقة مثل لبنان، منطقة صعبة. إذا بدي أرجع لتاريخه كيف بلش رفيق الحريري وكيف راح وكيف كافح وكيف ناضل وكيف وصل كيف حقق كل اللي عم نعمله نحن، يعني هو الأساس فيه. وعشان هيك نحن عم نفتقده اليوم. لو كان موجود الرئيس الشهيد رفيق الحريري، شو برأيك كان البلد أو الوطن؟ لو كان رفيق الحريري بعده موجود ما كنا وصلنا للي وصلنا له بكل صراحة، لأنه عنده ملكة تقريب وجهة النظر. أحمد، اليوم من بعد مرور كل هالسنين شو بتتذكر من رفيق الحريري كخال؟ شو بتتذكر من رفيق الحريري كرجل سياسي اليوم انت كمان بهالجو السياسي وموجود؟ هلا رفيق الحريري الخال كان عراب العائلة بالنسبة لي، يعني ما في مشكل نروح عليه او نوقع فيه الا ما الحل بسيط عنده فيه. من الناحية الثانية في نقطتين بالسياسي والقيام، يعني بالقيام عنده الصدق والصراحة كانوا ميزتين،
يمكن أمراره يتعارضوا مع السياسة. ثانياً هو طلع قال ما في حدا أكبر من بلده، هذه الكلمة الشهيرة، وهاي اللي لازم نفكر فيها جميعاً اليوم اللي وصلنا له ونحن كلنا سوا. إذا ملاحظة أنت اليوم خطاب الوطني بلبنان من بعد اختيار رفيق الحريري عم خاف كتير. رح تمرق هالأيام لأولادك أحمد برأيك؟ ما عندنا حل إلا ما تمرق. لو بدأ لو اليوم قيمة الاعتدال اللي كان يمثلها رفيق الحريري وقيمة تسامح اللي كان يمثلها رفيق الحريري يمكن بتخسرك شعبياً شوي اليوم في مصلحة ذاتية، بس بتربحك بالمستقبل كتير. أنت من 2005 لليوم فقدنا صمام الأمان. السند راح. سند البلد راح.